طالما اتكلمنا عن الجماهير ماشي يا برجاوي، طالما اتكلمنا عن الجماهير تعالوا نشوف الزميله العزيزه هبه عبد الرحمن. دي مذيعه في التلفزيون الكويتي، مصريه مذيعه في التلفزيون الكويتي، وعملت لقاءات مع الجماهير الاهلاويه في الكويت. تعالوا نشوف جزء منها كده ونرجع لحضراتكم على طول. النادي الاهلي ده العشق، الكيان يعني اللي تربينا عليه، ولا يمكن تحت اي ظروف ولا اي كبوات ننسى النادي الاهلي. زي ما بيفرحنا احنا دايما وراه، برضه في كبوته احنا وراه، واللعيبه بتاعتنا كل اللي مطلوب منكم بس يوم السبت تكونوا رجاله. صعدتوا او ما كانش في نصيب للصعود، المهم رد اعتبار. وجه رساله للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله نشوف ماتش جميل جدا يوم السبت ورد اعتبار محترم، وهو ده اللي احنا منتظرينه ان شاء الله من 11 راجل في الملعب، وان شاء الله باذن الله ماتش ممتاز ورجاله زي ما معودنا ان انتوا رجاله باذن الله. ان شاء الله نتفائل بالصعود، وهنجيب اكتر من 6 باذن الله مع الجمهور الجميل، لان الجمهور هو اللي ان شاء الله باذن الله مع اللعيبه اللي هيعملوا حاجه جميله جدا يوم السبت الجاي. هتبقى اقوى مباراه في تاريخ افريقيا ان شاء الله باذن الله، وهيتحكى عليها سنين طويله جايه ان شاء الله. لاعبتنا يوم السبت عايزينكم رجاله، داش اللاعب في الملعب، احنا واثقين فيكم واحنا وراكم ومعاك يا احمد. يلا اهلي. انا هقول لهم حاجه واحده بس، احنا عايزين نرد اعتبارنا للي حصل الماتش اللي فات، ومش ضروري نصعد، احنا دايما في بطوله افريقيا ومش بتفرق معانا بطوله ولا بطولتين، اهم حاجه الكيان، واهم حاجه نلعب بروح الفانيلا الحمراء. انا حبيت اقول اوصل رساله للاعيبه النادي الاهلي انه انتوا رجاله وهنفضل وراكم، ويوم السبت ان شاء الله عايزين 11 لاعب في الملعب، 11 راجل، 11 مقاتل، 11 جندي، وان شاء الله باذن الله احنا واثقين فيكم وتنصرون ان شاء الله، وربنا معاكم، وجمهور النادي الاهلي كله بيدعمكم من كل بقاع الدنيا. تمام، احنا بنبعث لكم رساله من الكويت، وكل جمهور الاهلي في كل الدنيا وراكم وبيدعمكم، وان شاء الله منصورين باذن الله. النهارده احنا جايين عشان نقول للنادي الاهلي ولرجاله النادي الاهلي، 11 راجل ان شاء الله هينزلوا يوم السبت، احنا دايما في ظهركم ودايما معودين على البطولات وعلى الفوز، وان شاء الله مش هننتظر منكم غير البطوله والفوز، وما يهمكوش من اي حد ومن اي حاجه، ودايما احنا في ظهركم، وان شاء الله باذن الله بدون اي مقاطعه ان شاء الله باذن الله تفوزوا، وان شاء الله هتفوزوا بفارق سكور كبير كمان، ودايما هترفعوا راسنا زي ما دايما متعودين ترفعوا راسنا باذن الله، موفقين باذن الله، ودايما في نجاح ودايما بفوز باذن الله. وعايز اقول لهم يعني بص، دي رياضه في الاول وفي الاخر، دي كوره، يعني دو يور افورت، حط مجهودك، العب كله وان تيم، عندك جول واحد، هم 90 دقيقه كله مركز على هدف واحد، تمام؟ مع بعضينا على المكسب وعلى الخساره، معلش يعني سوري، بنكسب وبنخسر برضه، في الاول وفي الاخر احنا مع الاهلي، مش مع حد تاني، بس هي دي النقطه، وربنا يوفقهم وان شاء الله يكون لهم كل التوفيق. بحب حاجه اسمها النادي الاهلي، وبتمنى ان النادي الاهلي يبقى في احسن مكان، لان ده مش طبيعه مكان النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه، اللي هو بيفرحنا، اللي احنا على طول بنشوفه بيكسب، وبنشوفه بيكسب بسكور. انا المباراه اللي فاتت دي عدت عليا بطريقه، يعني انا حاسس ان انا شفت ناس غريبه بتلعب في النادي الاهلي، لابسه الفانيله ومش مش هو النادي الاهلي، لان احنا سمعنا كلنا حتى التعليق، وسمعنا الناس اتكلمت عن النادي الاهلي، اتكلمت كلام كويس، بس يا ريت اللعيبه اللي في الملعب تحس باللي احنا حاسينه، تحس ان احنا عاوزين نوصل لهم رساله، ده كيان النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه في البطولات، متعودين بنرفع بطولات، مش متعودين ان احنا في المركز الثاني، مش متعودين ان احنا لاخر لحظه بنحاول ان احنا نصعد. مش جديد على الجماهير الاهلاويه في اي مكان في العالم كله ان هم يظهروا بالشكل المشرف ده وبالروح الجميله دي وبالدعم الغير مسبوق من اي جماهير بصراحه لهذا الكيان الكبير جدا.